بقول لك ان هدى دي ممكن تعلمها انها تبقى تباعه. يعني ايه تباع؟ ممكن تشتغل. احنا لسه شارحين وانت كنت معانا. ايوه. لا ممكن تشتغل تباع على عربيه رولز رويس مثلا. لا. في الدنمارك. طب اعمله ازاي مثلا؟ ايه المطلوب مني؟ قول لي انت المطلوب مني وانا اعمل. لا انا افتكرت حاجه يا امي، دي ممكن تبقى واقفه تانتا تانتا والمحلات الكبرى. بتقول على ده سؤال صعب جدا. انت لبستيني تلبيسه وحشه دلوقتي يعني. تباع انت كده انت عارفه تباع انا مني انت اعمل ايه وانا اعمل ماشي دعوه فيا ده انت تقول يا ترى دور المطيعه في وش اهو علمني بليز ودي شغلتي يعني المطلوب مني. طيب احنا كده هنبدا من صوت الويندوز من الاول خالص. تمام. انت عارفه الميكروباص بيبقى كام راكب؟ كتير يعني. كتير يعني دلدق ركاب يعني 14 راكب. يعني ايه كتير؟ 14 كتير اوكي. هو عدد فعلا ضخم جدا. عدد خرافي يعني. المطلوب ان احنا نختار بني ادمين في الشارع ونعرف من نظره عينيها ان هم رايحين بولاق. تعرفي تعملي ده؟ بولاق دي ايه؟ بولاق دي ايه؟ ما انا بقول لك صوت ويندوز والله العظيم. عارف انا بقيت عليها شويه. حاضر انا اتفضل. دي منطقه بولاق الدكرور. رايحين زي كده شارع الحمراء وحنيده بقى. انت ساكنه فين؟ في فين؟ انت منين؟ انت ما جايه من لبنان؟ كنت عايشه في لبنان ولا في لبنان؟ عايشه فين في لبنان؟ اشرفيه. اشرفيه مش في مواصلات بتروح الاشرفيه؟ ولا انتوا محطوطين في كيس لوحدكم؟ لا 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 مثل الاوتوكار. اوكي حلو. في ناس بتروح الاشرفيه. تعرفي تنده على الاشرفيه وكانك في الشارع العام في ميدان. مش مشكله دلوقتي هنده على الناس عشان يطلعوا الميكروباص ويروحوا بولاق. ده طيب الناس بس بلاش بقى ايه حركه الايد كده يعني. احنا مش عايزين احنا عايزين ركاب مش عايزين موديلز. ايوه كده احنا هنصور كليب مش هينفع. قولي كده ان ده هي الاشرفيه. مين فيكو عايز يروح بولاق بليز؟ عشان الوقت اتاخر ولازم نروح. مانيش ارجوك الساعه بولاق بليز. احنا في الشارع في ميدان مش في فصل مش في حضانه. دخلت على تلاميذ الاطفال كده يا ولاد. انت عامل ايه وانا اقلدك؟ عامل ايه؟ انا ما اعرفش الاشرفيه. لا بس معلش انا عندي تساؤل. معلش لا لحظه. هو انت حقيقيه؟ بجد والله عفريده ولا عامله كاركتر؟ مين عايز يروح بولاق؟ انت عاملها وانا الحق والله. ان احنا بنعاني وان احنا طيبين ولا لا؟ وهي كمان بتعاني برضو. بس لا هي مش حاسه. مش اعمل كده قصدي والله العظيم. مش شايفه خالص. طب خلي علمني. طب علمني والله انا بعمل يعني مثلا اشرفيه. لا خلاص هي تقول وراه. يلا اشرفيه. تعرف تعملي كده؟ بولاق ازاي؟ بولاق دي بولاق خشب مترو. بولاق خشب مترو. هو البرنامج ده بلس 18 يعني ما ينفعش اعلق قول اللي مترو. انت كده عايزه ركاب معاه باسبور بقى يعني مش ناس بتشاور عادي كده.